إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد والعمل والسلوك والتعبد. فإن الله جل وعلا أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء، وأنزل عليه كتاباً قال فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فتضمن وحي الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام آياتاً من الكتاب تتلى، وسنةً من المصطفى عليه الصلاة والسلام في مقام البيان والتوضيح، كما قال ربنا جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أكملت وبينت ما أجمل في الكتاب، فآيات الكتاب منها أحكام بينة ومنها أحكام مجملة بينها النبي عليه الصلاة والسلام تارة بقوله وتارة بعمله وهديه وسلوكه. فما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام من بيان لكتاب الله جل وعلا وتبليغ لرسالة ربه سبحانه وتعالى، ذاك هو الدين الذي أكمله الله جل وعلا. فما مات المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا فارق الدنيا وفي الدين نقص، بل كما قال ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كان كاملا، وعلى هذا الدين الكامل الذي كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وتوفي بعد اكتماله رضي الله لنا دينا. فما كان فيه على وجه الإجمال أو البيان والتفصيل أو على جهة الإجمال والقواعد، فذاك دين الله جل وعلا، والمرجع في بيان ذلك العالمون بالكتاب والسنة وما يلزم علمه من الوسائل في سبيل خدمة وبيان وتفسيرها، وما لا أصل له في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام مما يعد دينا وعبادة وتدينا وقربة، فذاك من البدع المذمومة التي حذر الله جل وعلا من الاقتراب منها. وقد بيّن الله في سورة الحديد أن قوماً من الأمم الماضية أرادوا التعبد إلى الله جل وعلا بأمور لا جاء بها كتاب ربهم ولا جاءت في سنة نبيهم في ذلك الزمان، ثم هم بعد ذلك مع ابتداعهم لهذه السنن والعبادات ما استطاعوا أن يلتزموها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فبعد ابتداعهم أيضاً لم يستطيعوا رعايتها، فجمعوا من الذم في هذا السياق ذمين: ذم الابتداع وذم التقصير فيما ابتدعوه واعتقدوه عبادة. ونبينا عليه الصلاة والسلام مع حثه الكثير في كثير من سننه على التمسك بالكتاب والتمسك بالسنة والاعتصام بهما والعمل بمقتضاهما أمراً ونهياً، حذر عليه الصلاة والسلام من استحداث أمور يظن الناس فيها أنها عبادة وقربة وليست كذلك. فقال كان مما قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها والبخاري أيضا في بعض الروايات: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي شخص كائنا من كان في أي زمان وفي أي مكان، من أتى بأمر يجعله دينا وعبادة وقربة لا أصل له في كتاب ولا سنة ولا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك من جملة البدع المحدثة التي لا يقبلها الله جل وعلا، لا ربنا يقبلها ولا يجعلها دينا وعبادة لها أجر وفضيلة، بل ربما كان صاحبها آثما، ربما كان صاحبها عاصيا بها من حيث ظن أنه مطيع لله جل وعلا متقرب إليه. والنظر الصحيح يقتضي ذلك معاشر الأحبة، فإنه لو كان لعقول الناس مجال الحرية في التعبد وإنشاء العبادات والقربات ما كان لبعث الرسل ولا لإنزال الكتب، ما كان له معنى ولا قيمة. فإن البشرية عندما جعلت اعتمادها على عقولها وعلى تصوراتها فيما يقربها إلى ربها اخترعت الأصنام واخترعت العبادات الباطلة وعبدت كل شيء معظم أو مستحقر. ومن هنا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يردد التحذير من البدع ويردد التحث وحث والحض على التزام الكتاب والسنة. فالآيات التي فيها الأمر بالاتباع أكثر من أن تحصى، والسنن التي فيها التحذير من الابتداع أكثر من أن تحصى أو تحصر في مثل هذا المقام الضيق. وإن من البدع معاشر الأحبة ما عايشه بعضنا الليلة الماضية أو يعايشه بعضنا الليلة القادمة من الاحتفال بما يسمى بليلة الإسراء والمعراج، التي قيل إنها في 27 من شهر رجب. والقضية التي ينبغي التحذير منها معاشر الأحبة أن الإسراء والمعراج كان للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد جعله الله جل وعلا من الفضائل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال سبحان الله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فكانت تلك معجزة وكانت تلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي الذي أسري في تلك الليلة وعرج به إلى السماوات وفرضت عليه الصلوات أتى بالصلوات، لا احتفل بذلك اليوم ولا جعل له ذكرى يحييها في كل سنة، لم يعتبرها عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. فلو كان الاحتفال أو التعبد أو التقرب بأنواع العبادات والاحتفالات وغيرها أو بالصوم في نهارها مما يقرب إلى الله جل وعلا، لكان النبي عليه الصلاة والسلام أول من فعلها وأول من أتى بها، لأنه الأصل في النعمة التي من أجلها يدعي بعض الناس أنهم يشكرون الله عليها. فدعوى الاحتفال وأنه شكر على تلك النعمة يتضمر اتهام النبي بالتقصير في شكر تلك النعمة، فإنه هو الأول الذي كانت له النعمة، وهو الذي أنعم عليه، وهو الذي مرت عليه السنة بعد السنة والسنة بعد السنة، وتلك الليلة تمر عليه لا يحرك ساكنا ولا يتقدم ويتقرب بعبادة ولا يقوم باحتفال ولا يصوم لله جل وعلا. فمن اعتقد أن فعل ذلك كله من باب التعبد والشكر على تلك النعمة، فمقتضى ذلك أن النبي الذي لم يفعل ذلك وكان هو المنعم عليه قصر في أداء تلك النعمة. رأيت مع كونها بدعة كيف تضمرت اتهام المصطفى عليه الصلاة والسلام بالتقصير في شكر تلك النعمة. وهكذا العادة في كل بدعة تبتدع مع قيام المقتضي لها في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالاحتفال في تلك الليلة أو التقرب إلى الله ببعض الأنواع من العبادات الخاصة أو إحياؤها بالصلاة والدعاء والذكر أو صوم نهارها إثم ومعصية وخطيئة، وهو بدعة محدثة لا يقبلها الله جل وعلا،
وهي تتضمن اتهام المصطفى عليه الصلاة والسلام بالتقصير في شكر النعمة الذي هو من هذه الأنواع التي يأتي بها بعض الناس. وأمر آخر معاشر الأحبة، نحن في أواخر شهر رجب، وبعد أيام وقبل الجمعة الماضية قد آتية من رزق العيش فيها يدخل شهر شعبان، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يجتهد في الصيام في شهر شعبان ما لا يجتهد في غيره، كان يصوم شعبان كله أو أكثره. ولما سئل عن ذلك قال: شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فأحب أن يرفع الله فيه العمل، فأحب أن يرفع عملي فيه. فقارن نفسك يا أخي الحبيب بين اجتهادك في شهر شعبان اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأكثرنا يضيع ذلك، وبين اجتهادك المبتدع في ليلة 27 من رجب المخالفة لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. في البدعة تجتهد وفي السنة تقصر، فإن كان عندك قوة وطاقة، وإن كان عندك قوة إقبال على العبادة والتقرب، فأولى بك وأولى بك مع أخي الحبيب أن تجتهد في السنة الثابتة بالصيام والعبادة وإحيائها في شهر رمضان، في شهر شعبان. صم أكثر شعبان، ولما تصوم في يوم 27؟ وتلك بدعة وتلك سنة، تحيي بدعة وتنسى السنة. هذا يدلك على أن هذا الإحياء من عمل الشيطان لا من العمل المقرب إلى الله جل وعلا، فحذاري أن يكون لك سهم ونصيب في إحياء البدع وإنشاء البدع والتقرب إلى الله بالبدع. واجتهد ليلك ونهارك، وحث أهلك وأقاربك وأصحابك على الإكثار من الصيام في شهر شعبان التي ما بقيت عليها إلا أيام قليلة، اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا جل وعلا وتذكر ذلك لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لنا ولأمثالنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن كنت تحب محمدا صلى الله عليه وسلم وتحتفل لحبه وتصوم يوم 27 حبا له وتتقرب إليه حبا للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن حقيقة حبه اتباعه، وإن من أول ما ينبغي اتباعه عليه الإكثار من الصيام في شهر شعبان. فلا تنشغل بما ليس اتباعا، بما هو بدعة مخالفة لهدي عليه الصلاة والسلام، فإن حقيقة المحبة اتباعه في الإكثار من الصيام في شهر شعبان، ليس في الاحتفال بليلة بليلة الإسراء والمعراج. وزيادة على ذلك، لا دليل، لا إجماع ولا أثر ولا شيء يعتمد على أن الإسراء والمعراج أصلا كان في رجب، ولا أنه كان في ليلة 27 أصلا. والذي ذهب إليه شيخ الشافعية الإمام النووي أنه كان في شهر ربيع الأول، سواء في فتاويه أو في شرحه لصحيح مسلم. فالذي يختاره النووي وآخرون أن الإسراء والمعراج لم يكن في رجب أصلا، وإنما كان في شهر ربيع الأول، ومنهم من قال جماد الآخرة، ومنهم من قال كان في شعبان رجب لكن في أوائلها، ومنهم. ولو كانت ليلة 27 فيها عبادة وفضيلة وتقرب مشروع لكانت ليلة الإسراء والمعراج في الشرع محفوظة. فلا يصح ولا ينبغي ولا يمكن أن يصح أن تكون لليلة فضيلة يريد الشرع إحياءها بالعبادة ولا يعرف يومها ولا زمانها ولا حتى في الأيام التي تقع فيها، ذلك فضيلة مستحيلة، لا تعرف لا هي في رجب ولا هي في شعبان ولا في ربيع الأول ولا في جماد الأولى ولا جماد الآخرة أو الثانية. فشهرها مجهول، شهر الإسراء والمعراج مجهول، وليلته من أي الشهور مجهولة، لا أثر له في كتاب ولا في سنة ولا في أثر صحيح ثابت أو حسن. ومن هنا ينبغي لمن يريد العبادة والتقرب، لمن يريد إحياء سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولمن يحب النبي حبا صحيحا كما أراده الله جل وعلا، أن يقتدي به في الإكثار من الصيام في شهر شعبان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.